منظر السندوتش ده هو اللي جابني على ابو ظبي علشان اكل احلى سندوتش شاورما. يا بخت اهل ابو ظبي. يا مال الشام ويا في الفترة الأخيرة انتشرت محلات البروستد والشاورما السوري، علشان كده قلت أجرب لكم بروستد وشاورما الزين في منطقة النادي السياحي في أبو ظبي. خلونا نبتدي بالبروستد اللي فاجئني طعمه، كان رائع والدجاج نظيف جدا. والله بجد البروستد حلو فعلا قوي، وبينزل معاه شرحات بطاطس بتدخل القلب وعليها تتبيلة ما تتفوتش. عايز أقول لكم إن أنا بحبها أكتر من البروستد ذات نفسه. أما الكريسبي فأنا هسيبك تسمع صوت القرمشة بنفسك. بسم الله. الصوت ده لوحده كفاية. وعاملين فيليه سمك قلت اجربه، انتوا عارفين انا من عشاق السيفود، بس عجبني الدجاج اكتر. ندخل بقى على الشاورما السوري. جربت شاورما الدجاج وكان طعمها حلو قوي، من اجمد سندوتشات الشاورما اللي اكلتها في ابو ظبي. وكمان شاورما اللحم مع البقدونس والبصل والطماطم وهي نازله بقى من على السيخ، وبعدين يديها اللسعه الحلوه دي. شاورما اللحمه عندهم بصراحه خطيره، لازم تجربوها. عندهم كمان دجاج ماكينه بس ما جربتوش، لكن لفت نظري شكل الدجاج، وخاصه ان الدجاج عندهم نظيف جدا. عندهم كمان صاله خاصة للعائلات بمدخل خاص جانبي، وكمان جلسة خارجية في جو الامارات الشتوي الجميل. واللي عرفته من الشباب هناك ان ده فرعهم التاني في خلال سنة، ومن طعم الاكل ونظافة المكان وكرم الضيافة انا عرفت هم ليه قدروا يفتحوا فرع تاني في اقل من سنة. جربوا الاكل من عندهم وادعموهم وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس